أحمد أفندي محمد حامد عبد العالي، صاحب عيلة كبيرة، مراته وست عيال، عنده اسم الله حسن وحسين وسعيد ونوال والمقروصة نفيسة وأخوها الواد وصال. أحمد أفندي مدرس عربي قديم ومتين، شكله تشوفه تقول على طول من أهل الدين، شايل سبحة خشب البندق من الغاليين، ساعة تلف يمين وساعة تلف شمال، غير السبحة تلقى زبيبة في قرطه كمان، يعني دليل على إنه بيسجد للرحمن. هيبة وتقوى ومظهر ناطق بالإيمان، ثم المشي عليها القيمة وفيها جلال. أحمد أفندي ساكن شقة في رابع دور بيت الحاج عويس ومراته الحاجة بدور، كانوا حبايب قبل ما يتقتل مقدور، وفي يوم نحس اتقلب البيت واتبدل الحال. ابن الحاج عويس كان عامل كرة شراب، والعصرية نازل يلعب جنب الباب، جاي بيشوط أمطارت فردة من الأبواب وجت في زبيبة أحمد أفندي ودمها سار. ضحكت عيشة مرات السقا وقالت يوه، ضغطوا عيال الحارة وقالوا كاردر أهو. أحمد أفندي اتلخ في عقله وما بقاش له، رزع الواد قلمين سخنين كومه في الحال. صرخت نوسة مرات محمود عبد الجواد، حوشوا يا اخواتي الحقوا ده الراجل قتل الواد. نزل السيد سالم يجري وقال يا ولاد اوعوا الراجل يفلت منكم، ده موته حلال. خش محمد مرسي خلص في الموضوع، خد سكينه في جنبه وكان عيان موجوع، وقع الارض انه وعينه تشر دموع، هي سواري وطلعت روحه للمتعال. هاجوا العالم والنسوان فقعت بالصوت، وامه تقول يا حبيبي ازاي ده هولك الموت. واحمد افندي لم عياله وعلي برغوت طلب النجده من تليفون عبده البقال. وصل النجده ولقي حوالين الجثه اتنين، اخته بتلطم وامه بتتمرغ في الطين. سال الضابط فين امال المتعاركين؟ قالت نوسه من شباكها لابو وصال. طلعت هجمه ان شاء الله ما حد يشوفها يا ناس، خبطوا الباب فشخوه اتنين طارت ترباس، خبط الحل قلبها وساح منها القلقاس، عاصي القلة ولغمت وش البيت نواه. أحمد أفندي وقف على حيله وقال جرى إيه؟ أنت إزاي تتهجم كده على بيتي يا بيه؟ لاشوا الظابط. صرخوا عياله وقالوا أحيه حسن اترمى على أبوه واتشعلق فيه قصار. أمر الظابط الشرطية بالتفتيش، واللي هيعترف السكينة هيبقى شويش. بعد ما لفوا أوضها وداخوا وقالوا مفيش، لمح الظابط دم مبقع جنب شوال. زغد المخبر قال له إزاي بتقول فتشت؟ جري من خوف الكعب الكوع جنب الطشت، لحق زميله وقال جرى ايه مالك طبشت؟ قام مسجون مش قادر حتى يرد سؤال. مخبر تاني عشان موجود يترقى شويش، فرد المطوه وهب ومزع بيها الخيش، اول خبطه اتخض وقال يا خبر ده حشيش. احمد افندي وقع من طول وفشر تمثال، كانت نازله ان شاء الله ما حد يشوفها يا هو. احمد افندي افاه من حيل الضرب هاروه، اربعه منه شالوه وفي قلب البوكس رموه، وأم عياله تقول له يا سبع البيت يا غزال.